السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقابل مطار طرابزون المعروف، متواجدين اليوم في منطقة بليتلي. المنطقة اللي متواجد فيها أنا مجمع متكامل موجود فيه 8 أبراج، بالإضافة إلى الشقق الموجودة فيها تقريبا 204 شقة أو وحدة سكنية. الخدمات اللي موجودة فيها زي ما أنتم شايفين المساحات الخضراء، بالإضافة إلى المواقف المغلقة، المواقف المفتوحة، الجلسات العائلية للكماليات، وأيضاً الطريق المعبد هذا راح يكون طريق سليمان القانوني بيمر بجوار المجمع. المسافة بين الموقع والمطار جداً قريب، والشيء المميز أنه المجمع واصل فيه الغاز الطبيعي. تعالوا نأخذ فكرة على أرض الواقع ونشوف إطلالات الشقة، تفضلوا معنا. وصلنا الدور الخامس، شقة 3 غرف صالة بمساحة 170 متر مربع. باب الشقة من هنا. في كل دور في 4 شقق. الشقة هذه أمامية جانبية. زي ما انتم شايفين الكوريدور أو الموزع مساحته كبيرة وجيدة. نقدر نستغلها نحط هنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات. عندنا الأنترفون، يعني كملحقات، مفتاح الطبلون. يميننا توجه إلى الصالة. ما شاء الله كصالة ومساحة الصالة ما شاء الله كبيرة، نقدر نقول 6×6 تقريبا 36 متر مربع، مساحة جيدة للصالة، بالإضافة إلى إطلالة أمامية للصالة، إطلالة بحرية، ونقدر نشوف المطار من هنا، بالإضافة إلى إطلالة الطبيعة. ما ننسى أيضا أنه موجود أجهزة التكييف في كل غرفة والصالة. نتوجه إلى البلكونة من الصالة. البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ والصالة، ومساحة البلكونة أيضا كبيرة، نقدر نقول 2.5×2.5. وإطلالتها الشقة هذه أو البلكونة هذه إطلالة بانورامية جاية على المدينة وعلى البحر والطبيعة أيضا، شيء رائع وجميل. نطلع من البلكونة نتوجه إلى المخرج الآخر اللي هو من جهة المطبخ، نشوف المطبخ مع بعض. زي ما تشايفين مساحة المطبخ جيدة، نقدر نستغل المساحة اللي نقدر نحط فيها الدولاب أو قصدي طاولة سفرة، بالإضافة إلى أن دواليبها جديدة وصفر، نوعية جيدة. نكمل تفاصيل باقي الشقة، تفضلوا معنا. طلعنا من المطبخ، نجي يمين المطبخ عندنا الغرفة الأولى. الغرفة مساحتها جيدة، يعني كشقة مساحة 170 متر مربع، الغرف أيضا حلوة، والإطلالة هذه إطلالة الغرفة إطلالتها على الطبيعة، وعندنا إطلالة بحر أيضا جانبية. نطلع من الغرفة هذه نشوف تفاصيل الشقة. يسارنا على طول عندنا الحمام الأول أنتم بكرامة، بنظام عربي. يمين الحمام عندنا الغرفة الثانية. مساحات الغرف هذه الغرفة أصغر من الغرفة الثانية، وأيضا إطلالتها زي الغرفة الأولانية على الطبيعة. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية، وأنتم بكرامة شوفوا مساحة دورة المياه، مساحتها كبيرة وجيدة، يعني كحمام رئيسي تابع للشقة. وأخيرا وليس آخرا تعالوا لغرفة النوم الماستر. غرفة النوم الماستر لها حمام خاص فيها، حمام متكامل فيها المروش والكلوزيت والمغسلة، وأيضا مساحة الماستر مساحة جيدة، ومكان للسرير والدولاب وملحقات غرفة النوم، ولها بلكونة صغيرة حلوة. شوف إطلالة البلكونة الخلفية الجيدة ما شاء الله تبارك الله.
واستمتعوا بهذه الإطلالة. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.